قلصنا من صلاحيات رئيس الجمهورية وقوينا من صلاحيات المنتخبين على المستوى بالأخص البرلمان حتى يحاسبوا ويتعلموا يحاسبوا. ولكن باش يحاسبوا لازم برلمان يكون يعني بعيد كل البعد عن الشبهات وعن ولدة. ارتأينا قررت باش نحل مجلس الشعبي الوطني الحالي وسنمر مباشرة من بعد إلى انتخابات لتكون خالية من المال سواء كان فاسد وغير فاسد، تفتح أبوابها للشباب. أنا عارف وسامع الانتقادات اللي يبديها المواطن عن حق بأن ربما النية حسنة ولكن التطبيق في الميدان ناقص، سواء من السلطة المحلية أو من بعض قطاعات في الحكومة. أنا سامع النداء نتاعكم، ولذا قررت أن على 48 ساعة أقصاها يكون فيه تعديل حكومي سأعلن عليه غدا أو بعد غد، يشمل القطاعات التي يشعر المواطن ونشعر احنا كذلك بنقص في تأديتها لمهامها وفي حل مشاكل المواطن.